النصر من الموسم اللي راح يفتقر إلى التحضير النفسي للاعب. برضو أبو نايف يتحدث عن أن اللاعب المحلي اللي يحترق في النصر الأجنبي أكثر من المحلي، أنا معه. هذا ناتج إيش يا أبو جود؟ ناتج أنه ما فيه واحد يعد الفريق، ترى مو بس الإعداد نفسي، الإعداد بدني بس ولياقي وتنفيذ خطة مدرب، لا، جزء مهم من كرة القدم. ترى أنا أراهنك أنه 99% من انتصار الأهلي اليوم معنوي أكثر مما هو فني، نتيجة التغييرات والغربلة اللي حصلت في الفريق. لذلك أنا رسالتي لمسلي أنه واضح أن الفريق لا يحضر معنويا. يعني اللي شفنا عطاء الفريق وروح الفريق أمام التعاون واضح أنه ما في تجهيز نفسي. إذا ما تجهز نفسي للفريق أنت راح تتعب.